وزارة الشباب والرياضة، قيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، الأستاذ سامي جعجعون لمساعدته بإنجاح هذا الحدث، والنائب زياد أسود. ماد لوجيستيك سيرفيسز، بيوتك للتراكينج ديفايسز، لينغلونغ تايرز، أوبي سوفت، دومتك، بيرالي، كوميرشل، تنورين، بلدية جزين وبلدية المنطقة والاتحاد لمساعدتهم لإنجاح الحدث. منحب نذكر أستاذ سمير، أستاذ سمير جورج عون. بالمركز الأول بالترتيب العام روجيه فغالي يستلم التروفي من مسيو سمير جورج عون. روجيه فغالي وزياد شهاب يستلموا كاس الـ First in General Classification من الأستاذ سمير جورج عون والنائب زياد أسود. شباب ما حدا يغطي على حدا، خلوا كمان تلاقي سي، وانتوا رح تلاقي سي وقت المشوره. وكمان عن فئه الار سي 2N4 روجيه فغالي وزياد شهاب بيستلموا التروفيات من مسيو عماد لحود ومسيو جابي كريكر. Thank you.